إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فرض الله عز وجل الصوم، والصوم مدرسة عظيمة فرضها الله جل وعلا على الأمم جميعاً. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بين الله عز وجل الغاية من الصوم فقال أياما معدودات لعلكم تتقون. فجعل للصوم غاية وله هدف وهو التقوى. سأل عمر رضي الله عنه عن معنى التقوى، فقال حذيفة: أرأيت يا أمير المؤمنين إذا سرت بطريق فيه شوك ماذا تصنع بثيابك؟ قال: أتقي. إذا كان الطريق مليئا بالأشواك فإن الثياب تلتصق بتلك الأشواك فتمزق الأشواك ثوبا. قال عمر: أتقي، أن يجمع ثوبه إلى بدنه يحذر أن تصيبه الأشواك. وبهذا فالتقوى هي الحذر مما يعطب النفس ويغضب الرب جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي المحارم تكن أعبد الناس. اتقي المحارم تكن أعبد الناس. فإذا صام العبد صام سمعه وصام بصره وصام بطنه عن الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وسئل الإمام علي عن التقوى فقال: مهابة الجليل. خوف الله جل وعلا أمر عظيم، هو رأس كل خير. مهابة الجليل والعمل بالتنزيل. سئلت أمنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلقه فقالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان قرآنا يمشي على الأرض، العمل بالتنزيل، ومن العمل أن يأتي العبد ما أمر به. قال ربنا جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم الأعمال الفرائض، أعظم الأعمال الفرائض، ومن الفرائض صلة الأرحام، ومن الفرائض خلو القلب من الشحناء والبغضاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. البغضاء هي الحالقة، لا تحلق شعر العبد وإنما تحلق دينه. فإذا كان في قلبه بغضاء وحقد وغل فدينه ذاهب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكي يخلو القلب لا بد أن تطرح الأضرار منه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تخرج الضغينة والبغضاء من القلوب، ويوضع مكانها حب الخير للخلق، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما رأى عبد ذنبا عظيما من أخيه إلا لأنه نسي جرم ذنبه. فلما ينسى العبد جرم ذنبه يستعظم ذنوب الآخرين. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وذكرنا بمقام الذلة له فقال: كذلك كنتم من قبل. إذا رأى نفسه عظيما والآخر حقيرا نسي ما جنى ونسي عظم ذنبه وجرمه، هنا اختفت التقوى، هنا حب النفس والاستعلاء على الخلق والاستطالة عليهم. قال علي: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا إنما أنا كعابر سبيل استظل بظل. ترون عابر السبيل إذا جلس الاستراحة كم يبقى من الوقت؟ بضع ساعة، ساعة، لا ينسى أنه لا بد أن يقوم من مقامه وينتقل ويتحول. لعلكم تتقون. من دروس الصوم أن أعمال القلوب أعظم عند الله جل وعلا من أعمال البدن، لأنها لا يطلع عليها إلا الخالق جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة في الحديث القدسي: للصائم فرحتان، فرحة حين فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ترون ساعة الفطر كل يوم فيها فرحة،
وعندما يتم الشهر فيها فرحة تفرح قلوب المؤمنين بالطاعة، وتكون الفرحة العظمى عند لقاء الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الرب جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما تستطيع الملائكة كتابة أجر الصوم. لماذا؟ لأن أجر الصوم على قدر إخلاص القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ذهب فلان واستطاع أن يدبر الشهود وحكم القاضي وانتزع الأرض والدار لو حكم قضاة العالم، وهو زور ما حل ولو كان القاضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين. ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض، فأيما رجل قضيت له بما لا يحل له فإنما أقتطع له جمرة من النار فليأخذها إن شاء أو يدعها. جمرة من النار اقتطعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاضي يحكم بالظاهر، يحكم بما يظهر له. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لماذا؟ لأنه لا يطلع على القلوب إلا مقلبها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا يطلع علينا إلا خالقها. الناس يرون الظاهر. كان عمر رضي الله عنه يقول: نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وهذا مبدأ عام، نحكم على الناس بما أظهروا، أما ما في القلوب فهذا يحتاج إلى وحي منزل من السماء. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أخبر حذيفة بأسماء نفر من المنافقين 14 رجلا، أطلع عليهم بالوحي، أخبره النبي عنهم وعن ميتة كل منهم. فكان عمر يذهب إلى حذيفة فيسأله: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يطلع على ما في القلوب إلا خالقها. والصوم كالصلاة، يكتب للعبد منه على قدر ما أخلص فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن العبد يدخل الصلاة ما يكتب له منها إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا ما عقل منها. كذلك الصوم، صوم كامل وصوم يحتاج إلى جبر بالنوافل. ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم صيام 6 من شوال،
قال أئمتنا الحسنة بعشر أمثالها، شهر وستة أيام مجموعها في عشر يساوي عام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا لمن كان صومه كاملا. الشهر لا ينقص ليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يعامل هذه الأمة بالفضل، فإذا كان 29 فهو 30، والست عليها في عشر هي بعام، فمن واظب عليها كل عام صام الدهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لمن صام صوما كاملا. وكلنا يعلم أن العبد يقف بين يدي الله جل وعلا فيسأل الرب جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ لما؟ ليجبر به نقص الفريضة. فإذا صام العبد عمل بنصيحة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصوم سمعه، يصوم بصره، يصوم قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. لمن؟ لأن فيه حبس للنفس عن الحرام وحبس لها على الطاعة، فيه حبس إيجابي وحبس سلبي يمنع نفسه عن الشر، لا يصنع شيئا إلا أنه يمنع. وفيه حبس إيجابي حينما يصبر على ما به حتى يتم صومه. اجتمع فيه نوعان من الصبر: صبر على وصبر عن، صبر فعل وصبر امتناع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. الصبر كان نصف الإيمان، لأن جميع الأعمال تحتاج إليه، إما صبر على مكروه أو صبر على مرغوب ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت النار بالشهوات، فيطلب من العبد حبس نفسه عما تشتهي. ولذلك قال ربنا جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فقدم الصبر على الصلاة، لأن الصبر من أعظم الأعمال التي يأتي بها العبد. ولما كان الإخلاص عظيما ومحله القلب، قد يفطر العبد وهو لم يتناول شيئا. انظروا لهذا، قال أئمتنا: من قطع الصيام فقد أفطر. كيف يقطع الصيام؟ نوى الفطر وعزم عليه، أفطر
عاد لبيته فلم يجد ما يأكل، أفطر، لأن الصوم يحتاج إلى نية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. دعك عمن قال ابتلع الهواء أو ابتلع الحشرات أو شم الدخان، لو قطع النية أفطر، لأن الصوم يحتاج إلى دوام نية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا عزم أفطر. قد يكون أمام الناس صائما ولكن لا يعلم ما في قلبه إلا الله، ولذلك قال ربنا جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لأن لا يطلع على قلوب العباد إلا خالقها. رأيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء الأصناف السبعة مجتمعين فيهم خصلة واحدة، وهي الإخلاص لله الذي لا يطلع عليه الخلق. تعالوا ننظر إليهم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هل يمكن أن لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين؟ أراد النبي أنه أخلص وما أظهر شيئاً صلى الله على محمد وعلى آله. هنا صدقة مستورة، ورجل دعته امرأة فقال: إني أخاف الله. لن يكون ذلك إلا في خلوة بعيدا عن الرقباء، لا يطلع عليه إلا رب السماء جل وعلا. عد الأصناف السبعة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كلهم أخلص في عمله، والإخلاص محله القلب. ولذلك الإخلاص أعظم الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوصي أبا ذر: أخلص يكفك العمل القليل، أخلص يكفك العمل القليل. وقال في وصاياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأتقن فإن الناقد بصير. اللهم صل على محمد وعلى آله. أخلص يكفك العمل القليل. فإذا كان الإخلاص كانت العظمة في الأجر مضاعفة أضعاف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يأخذ الصدقة بيمينه. اللهم صل على محمد وعلى آله. انظر إلى البركة والأنوار والإشراق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد تصدق بصدقة يأخذها الرحمن بيمينه. هذه أول البركات، فيربيها. لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. ترون هذا الحصان الصغير إذا ولد يأمل فيه صاحبه أن يربيه وينميه لكي ينتفع به، فكلما كبر اشتد حبه له لأنه سينتفع به. قال النبي: يربيها كما يربي أحدكم فلوة. هكذا تكون الصدقة مع الإخلاص عند الله جل وعلا. عد الله من الصدقات حسنة بعشر، وحسنة بسبعمائة،
ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويرزق. اللهم أفض علينا من جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن رضاك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ألحقنا بنبينا غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وأحسن خلاص المأسورين من المظلومين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره في تدميره، واربط كيده إلى نحره، واقسم ظهره يا ربنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اسلل سخيمة صدورنا. اللهم ثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك يا ربنا. افتن لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اغفر لآبائنا ولأمهاتنا، أصلح لنا في ذرياتنا، اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.